تغيرش المحطة، شتاتا شتاتا ما تغيرش المحطة. ولو شفت البنت كلبس قل للراجل العناب تعدي عليكي، ميسي الراجل العناب بالكرة باللي بميسي الراجل العناب، ويغنى جمال من سومة وبيعرف يرقص يقدر يرشح نفسه في انتخابات الرياسة. باشا على مزاجه الراجل العناب، تلاقيه وقت ما تحتاجه الراجل العناب، وبيعمل كل حاجة زي ما قال الكتاب. يا عبدو، نعم، في حد فاضل بره تاني؟ مفيش غير الطالب اللي اسمه بيرم بتاع كل سنة ده، ربنا ينتقم منه أشد انتقام على اللي هو عمله فيا. بالأمانة يا دكتور أنا عاوزك تاخد لي حقي، أنا بقالي سنتين ما بعرفش همشي غير بظهري. وبيرم ده لسه ما حرمش، الواد ده لسه ما اتخرجش، ده رابع ولا خامس سنة. بيقول إيه؟ سيبوهولي بقى السنة دي واتقالوا أنتوا بس شوية. هاتوا يا عبدو دخله. حاضر حاضر، منه لله. ايه يا جماعه الموضوع؟ ما تفهموني. الولد ده في الحقيقه حاله غريبه جدا، في خلال الخمس سنين بيجيب امتياز في كل المواد، لكن للاسف الشديد بيعيد عشان خاطر البحث. مشروع العناب للسنه الخامسه على التوالي، وعندي امل انها تبقى الاخيره ان شاء الله. متهيألي السنة اللي فاتت كانت فترة كافية قوي للجنة إنها تراجع نفسها وتعرف الغلط الفظيع اللي هي عملته فيا، إنها سقطتني السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل اللي فاتت والسنة قبل قبل اللي فاتت والسنة قبل قبل. خش في الموضوع على طول وباختصار، الكلام اللي انت بتقوله ده احنا خلاص حفظناه صم. زي ما سبق وقلت لكم خمس مرات قبل كده إن المشروع بتاعي بيعتمد على زهرة العناب، وبداية زراعة زهرة العناب كان في القرون الوسطى في دول شرق أوروبا، وطبيعة الجو البارد في أوروبا والأرض هناك ساعدت على تبطيء الأنزيمات النشطة في زهرة العناب، وعشان كده اتعرف العناب على إنه مهبط، وهي دي الإشاعة اللي مالت العالم. لأن الحقيقة اللي ما يعرفهاش حد في العالم غيري إن العناب عمره ما كان مهبط، بالعكس العناب منشط. زهرة العناب زهرة خماسية بتتكون من خمس ورقات، كل ورقة منهم بتتكون من خمس كاسات، كل كاسة منهم بترمز لحاسة من الحواس الخمسة لجسم الإنسان. اللي أنا عملته إني أضفت بعض المحفزات الطبيعية بنسب دقيقة جدا ما يعرفهاش غيري، وكانت النتيجة مذهلة. والتركيبة دي لو اتحققت لأي كائن حي بتخلي هرمون التستوستيرون يتفرز بكميات كبيرة جدا، ده بيخلي عملية النمو العضلي تبقى أسرع 50% عن الطبيعي. بناء عليه سرعة استجابة المخ للمؤثرات الخارجية بتبقى أسرع 50% عن الطبيعي، وبناء عليه سرعة استجابة الأطراف لأوامر المخ بتبقى أسرع 50% عن إيه؟ طبيعي. انتوا مستوعبين أنا بقول إيه؟ دي معجزة بكل المقاييس. طب بقى يا دكتور بيرم، ما تقول للجنة على النتائج السلبية للتركيبة بتاعتك، وتقول لهم ان هي بتأثر على الجهاز العصبي والجهاز التنفسي لما جسم الانسان بيتعرض للمياه المالحة،
وده طبعا نتائجه على الفئران اللي انت قضيت على تلات ارباع الموجود منها في البلد. وكل ده عشان ايه؟ عشان خاطر العناب بتاعك. ده غير الاعراض اللي ظهرت على بعض البني ادمين اللي انت حاولت تحقنهم بالتركيبه بتاعتك، منهم زمايلك وقرايبك. ده غير عبد الفراش يحاول الله اللي هيقضي بقيه عمره مرشديه. وايه المشكله؟ ايه اللي حصل يعني؟ اي اختراع اتعمل عشان يوصل للبشريه كان ليه ضحايا. طب يا اخي لما انت عارف الكلام ده، ما كنت تجرب التجربه بتاعتك دي على نفسك ويبقى انت الضحيه وتريحنا منه؟ ولا انت خايف يحصل لك زي ما حصل للدكتور شيحه؟ تبش سيد الدكتور شيحه على لسانك. ما انا لو شايفكم مؤمنين بالمشروع بتاعي وهتكملوا المسيره من بعدي، انا كان ممكن اعمل التركيبه على نفسي ومش هيهمني اني اموت عشان خاطر التجربه بتاعتي في 60 دهانه. لكن انا عارف اني لو مت او جرالي حاجه المشروع ده هيموت من بعدي، وانا ما عنديش استعداد ان المشروع بتاعي يموت. مؤثرين قوي الكلمتين اللي انت قلتهم في الاخر دول. اشوفك السنه الجايه. عليا النعمة، انتوا شركة حرامية، ده انا لسه شحنة على الهوا بخمسة جنيه. أحمد بقول لك إيه؟ معاك رصيد؟ معلش يا سلمى، أنا عندي بعده مستعجل. صباح الخير يا بنات. حد منكم معاه رصيد؟ عايزة أعمل مكالمة بس دقيقة واحدة بس. رحمينا بقى يا سلمى، هو كل يوم؟ هو إحنا أغنى منك ولا بناخد مرتب أكبر منك؟ خمسة وخميسة. يعني أنا عشان أحسن منكم وبكتب مقالات أحسن منكم بتاكل مع رئيس التحرير تحسدوني وتنفسنوا عليا؟ ما تبطلوا بخل بقى، بنات مقيحة. احترمي نفسك يا سلمى، أنت مخلصة لي رصيد امبارح ب 30 جنيه. يعني هو أنا كنت بعمل مكالمات لنفسي؟ ما أنا كنت بكلم كاريكا عشان أتفق معاه على فرح بتاع مفيدة بنت خالتي. يا سلام، وهو كاريكا هيجي فرح بنت خالتك وأنت بتشحتي رصيد؟ طبعًا يجي غصب عنه، مش أحسن ما فقعوا مقالة تقعدوا في البيت. يا صباح الخير. اهو جالك حبيب القلب واللي معاه رصيد. صباح الخير يا بهك. صباح الفل يا ست الكل. بقول لك ايه، معاك رصيد؟ وربنا، شوفي وربنا، لسه شحن النهارده مخصوص. استاذ بهجه، والنبي تمدي لي على الموضوع ده عشان انزله مطبعه. هات يا اشرف. اتفضل. الفنان مسعود عبود في العنايه المركزه. طب بص يا اشرف. ايوه يا استاذ. امسح دي واكتب ورايا كده. تمام. الفنان مسعود عبود في ذمة الله. حلوة. طب يا ساتر يا رب، بس ده ما ماتش يا استاذ بهجت، ده في العناية المركزة بس. وانا قلت يا اشرف، وانا قلت انه مات؟ لا، انا بقول انه في ذمة الله. مالي في ذمة الله وانت في ذمة الله وكلنا في ذمة الله، ولا ايه؟ اهم حاجة يا اشرف الصحافة. ايوه. البهارات، المنشط تشد عين القارئ، جوه احشي زي ما انت عايز. بهارات ايه؟ يلا تمام، اطبع على كده. تمام يا استاذ. تعلموها بقى. كنا بنقول ايه؟ ده ايه الدماغ دي؟ بقول لك ايه؟ ما تبعت لي 20 جنيه رصيد. وربنا، شوفي وربنا، 50 جنيه، 20 جنيه دي مش مقامك. ودلوقتي اشتري لي على ده يا استاذنا بعد اذنك. وريني. هات يا منير. منول جوزيه يترك الفندق المقيم به وينزل في فندق اخر قريب من النادي الاهلي. براية يا منير، براية يا حبيبي، ما تفكر شويه، انت بقالك كام سنه معايا هنا؟ ده عنوان ده؟ هو النادي الاهلي ده فين؟ في الزمالك. يعني هو ساكن في الفندق اللي فين؟ الزمالك. يلا المهم ما يبقاش كده، خد اكتب. مدرب الاهلي ينتقل للزمالك. بهارات، منشط، شد القارئ، اتعلموها بقى. بقول لك ايه؟ ما تديني موبايلك كده، عايز اعمل مكالمه، اصل النهارده فرح مفيده بنت خالتي وعايز اكلم لها كاريكا كده يجي يعمل يعني مفاجاه. دقيقه، 2 10 100 المحمول وصاحب المحمول. الو. ايوه يا مام. مامي عامله ايه؟ ايه؟ طب ثانيه، معلش يا بهجت، ممكن نبعت 20 جنيه رصيد لماما لحسن معاش رصيد؟ ايه وماله؟ ايوه يا مام. مدحت، لازم اجيب نفسي ولا ايه؟ لازم يا فندم. الو، عمليات. الشارع. اقفل لي مداخل ومخارج الشيخ زايد واعمل لي كوردون 50 متر حوالين مكان العمليه. فين غرفه العمليات يا مدحت؟ اهي يا فندم، بس ما كانتش مستاهله صدقني غرفه عمليات. مدحت، انت
انت نازل معايا عشان تتعلم، وده الدرس الاول يا مدحت. لما النقيب تيسير فهمي يقول على حاجه مش مستاهله انها مستاهله تبقى مستاهله يا مدحت. اكيد مستاهله يا فندم. اتفضل يا فندم. مين دي يا مدحت؟ دي الهنم صاحبة القطة يا فندم. امسك كمان. ما تقلقيش يا أمي، كل حاجة هتبقى تمام، هتبات في حضنك النهاردة. بص يا مدحت، دي خريطة المكان، دي الشجرة اللي عليها القطة، دي القطة، ودي الست صاحبة القطة، وده غرفة العمليات بتاعتنا. المعلومات اللي عندي بتقول إن في شجرة جميز قصادها الناحية التانية. أنا عايزك تاخد قوة وتطلع لي استكشاف على الشجرة دي. الشجرة دي يا فندم؟ أنا مدحت استكشف إيه؟ الإمدادات وصلت يا مدحت؟ أنا كلمت الإدارة وطلبت قوة من الأمن المركزي و50 علبة تونة قطعة. تونة قطعة؟ أنا عندي فكرة بسيطة، إيه رأي حضرتك لو نبسبس لها؟ بس بس بس. هتنزل، حلينا مشكلة. بسبس لها هتنزل، هنخش في تفاصيل مع القطة يا مدحت. من أنت شغلانتنا فيها بسبس يا مدحت؟ بس يا فندم بس. وبعدين أنا مش هستناها تنزل يا مدحت، أنا هجبرها إنها تنزل. الو عمليات النقيب تيسير فهمي حول. ابعت لي فرقه 8 قناصه للضروره القصوى. زعلانه منك يا ارتجال زعل غير عادي، زعلانه منك موت، شهر ما اسمعش صوتك. معلش يا فاطمه، اصل كنت عندي ابتهال اختي في اسكندريه. وابتهالتي كمان نادله، نادله كانت بتكلمني كل يوم، فجاه كده قطعت الحس ولا خبر. المهم انا جايه النهارده علشان ولادك. بيرم ولا الابنودي؟ لا ابنودي ده ايه؟ الاصول الكبير يتجوز الاول. بيرم ده ما بيعمرش في حته، بيرم منه لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. لكن الابنودي، وانا جبت اللي الابنودي قطقوط كده وودانه مزنهره وشفت عينين بقلاله ازاي ومحاسب قد الدنيا. بس برضه بيرم اللي يتجوز الاول. بيرم ده ما فيش منه رجا، كان خاطب بنت زي الفل وفسخوا الخطوبه. الله يمسكي بالخير يا حبيبتي يا بسمه، كانت بنت زي الفل، منك لله يا بيرم على بهدله بنات الناس. البنت خلاص مش نافعه، ملهاش جواز تاني، البنت خلاص بقت زي الساغ الباير، اهلها حالفين ليسجنوا بيرم. هو على ايه يا اختي ده كله؟ هو ايه اللي حصل؟ ما تخانيش اتكلم وما تخانيش احكي، عشان كل ما افتكر الموضوع دوت ضغطي بيعلى ودمي بيفور. منك لله يا بيرم يا اللي حرق دمي. خلينا في الابنودي الغلبان اللي على قد ايدي، وريني العرايس اللي عندك. خدي خدي العرايس هنا؟ دي فلاشايه فيها عرايس اشكال والوان، اشي بنات في العشرينات واشي ارامل واشي مطلقات، فرجيهم بقى للشباب وبيكلميني. يلا مع السلامه. سبحان الله، ده العلم اتقدم والطب كمان اتقدم. انا مش مصدقه نفسي، انت وعدتني انك هتنزلها من على الشجره بس مش بالطريقه دي. طبعا يا فندم مع حضرتك، اولا انا اسف على الوضع اللي احنا بقينا فيه ده دلوقتي. عايز حضرتك تهدي بس، اولا الاعمار بيد الله، دي حاجه معروفه جدا يعني. ثانيا فرقه القناصه اللي نزلت يا فندم كانت واخده اوردر انها تضرب تهويش في منطقه الديل. اسف يا فندم، بس واضح ان بوسي يا فندم فاجئتنا بحركه عجيبه جدا، لفت دماغها مكان الديل يا فندم وقت التهويش، مما ادى الى الحادثه اللي احنا شفناها دي دلوقتي. انا اسف يا فندم جدا، شدي حيلك يا فندم. انت اصلك مش حاسس بيا وما تعرفش انا كنت بحب بوسي قد ايه. لا يا فندم، انا مقدر شعور حضرتك جدا، لان وانا صغير كنت مربي عصفور ابيض على برتقاني ومات في ظروف اصعب من دي. بس دي اتقطعت 600 حته. بلاش مبالغه يا فندم، هم 8 حتت بس غير الديل يعني. وعموما انا امرت بعمل تحريات عن ملابسات الحادثه وجاري التحقيق مع بعض من عناصر جهاز الشرطه، وعايز حضرتك تتاكدي ان لو في اي حد من جهاز الشرطه اخطا هينال عقابه. انت بتقول ايه؟ انا دماغي تايخه. ده اللي انا كنت خايف منه. يا فندم انا عايز حضرتك تروحي دلوقتي وتروقي دماغي جدا، وانا بنفسي ان شاء الله هنزل سوق الجمعه اجيب لحضرتك واحد زيه بالظبط. يا مدحت الحقني يا مدحت. ترجمة
على لابس ابيض. شغل على فكره. شغل؟ اه ليها عندي ثلاث كليبات الثلاثه اكثر من بعض. الله الله الله. طب ما تبعتهم لي ابروتوز بسرعه. طب افتح البلتون. اه زي ما ترسى دبها بكره يجي لك يوم وتهرس. وصل لسه محمود علي. محمود علي يا جدع. انا صاوي صاوي. طب استنى. هاتوا سلمى وموره وهاتوا الاموره ترقص هنا. اه وصل لسه برضه. انت مش صادق صديق؟ صادق صديق ايه يا عم؟ انا صاوي صاوي. طب استنى. هاتوا سلمى وموره وهاتوا الاموره ترقص هنا. يا لهوي يا دي المصيبه. دي مرات ابني. الله انت مش دريه عجوه. دريه عجوه ايه؟ اطفاها يا زميلي لو كان وصل. طب استنى هظبطها. بقى انا جايباك تحيل الحفله تعملوا لي مصيبه. حقك عليا انا اللي مشغل معايا شويه بهايم. يعني انا الحق عليا نجم ان لحقتهم قبل ما الفاس تقع في الراس ويناسبوا واحده لمؤاخذه. لمؤاخذه دي تبقى بنت خالتي. على فكره بقى الحيوان ده عمال يعاكس فيا من اول الفرح وانا مش راضي اتكلم عشان ما بوظش الفرح. حيوان مقبوله منك يا برنسيسه، بس على فكره انا ما كنتش بعاكس. لا انا الغريزه كانت سايقاني. شايف يا عصام؟ وبتعكسها كمان وانا واقف. وحياه امي لما تزرع اديك بالجزمه. طب مش نازل يا نجم؟ لما تبقى تعرف تلم رجالتك يبقى كلمني وقابل بقى اللي انا هكتبه عنك في الجورنان. اما فضحتك زي ما فضحتني. ولا مالكش شغل معايا يا اتكل على الله. يا اخبار الله العظيم يا رب. عشان خاطر انا نجم معلش، ايه اللي حكايه قطع العيش دي؟ بوس على راس النجم وقول له سوق يا مسكر. يا عم هيصه مش كده يا عم. لا مستر ولا مش مستر، الواد ده شوقم عليا ووشه نحس. بقول لك ايه، تقعد اسبوع في البيت يا استغفر الله العظيم. خلاص اخلص بقى. في يا عم هيصه هي كلها كام اسبوع يا عم هيصه؟ الله انت بتبمبك كمان. بقول لك يا عم هيصه، خلي الكلب ده ياخد باله من اكل عيشه. حاضر يا عصام يا كاريكا يا ابو قلبي مزيكا. ابدعت يا كوكب الارض. راجل مفتري. بس حلو قوي كده. تعالى يا عم هيث. شكرا يا اسطى. على مهلك يا عم هيث. على مهلك. كده يا حبيبي. لا لا خلاص يا عم هيث، بكره بقى. بكره خلاص. شوف اللي بيعملوا فيه عصام كاريكا ده يا عم هيث. طب انا راضي ذمتك، يخصم مني ماشي، انما يقول عليا نحس. لا ملوش حق طبعا. وانت عمال تزيت معاه وعمالين تفكروا بعض بمواقف وربنا كلها صدفه وتصادف يا عم هيثم. صدفه وتصادف بس يا عصفور يا حبيبي، انا عايزك برضه تراعي لقمه عيشك لانك بتحصل معاك حاجات غريبه وكلها صدفه وتصادف. مثلا يا عم هيثم. اه مثلا الله يرحمها امك بقى، يوم ما ولدتك هي طلعت وانت نزلت. هي طلعت فوق عند ربنا طبعا. صدفه وتصادف يا عم هيثم. صدفه وتصادف، بلاش كده. ابوك الله يرحمه كان اكبر بلياتش في الشرق الاوسط والميدل ايست. اليوم الوحيد اللي فكر ياخدك معاه السيرك عشان تتفرج على نمرته الاسد عيني كلو. طب انت كنت موجود اليوم ده في السيرك يا عم هيثم، واكتر واحد عارف انها صدفه وتصادف. ما انا عارف. انا قلت حاجه، ما هو بالصدفه برضه محاسن الحلو داخله بالاسوده تعمل نمرتها وكل يوم بتخش. المره دي دخلت على ابوك قبل ما يخلص نمرته. الله يرحمه بقى الأسود أكلته. صدفة تصادف يا عم هيثم، أمال إيه طيب؟ الله يرحمك يا عم حمامة، الله يرحمك يا حمامة يا أخويا. ريست إن بيس ماي فريند. إيه؟ ريست إن بيس ماي فريند. بقول لك يا عم هيثم، على السكة وعلى الدغري كده، أنا موضوع الصدفة والتصادف ده زاد عن حد في حياتي. وأنا مش عارف أحط إيدي على البلف. ما تساعدني يا عم هيثم، أعمل إيه؟ إعمل زار. ها؟ زار، حد يعمل لك زار، حد يرقيك. أو على الأقل استحمى. مش فاهم يعني أنا إيه اللي يخليني استحمى يا عم هيثم؟ ما عشان النور يجي. أه صحيح، ده النور قطع. دي مفارقة غريبة جدا يا عم هيثم، كل ما أخش الحارة النور يقطع. مش عارف ليه يا عم هيثم. أنت مش عارف ليه؟ قضاء وقدر. قضاء وقدر يا ابن البومة. الحمد لله على السلامة يا أبو. جيت وجبت النور معاك يا عصفور. صدقي.
ازيك يا بنت نتاشا؟ انا كويسه يا اخويا طول ما انت كويس. اقعدوا يلا كلوا لكم لقمه، تلاقيكم على لحم بطنكم. لا 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 كلوا انتوا كلوا، انا راح اطلع انام على طول. لا كل لقمه ولا حاجه تقف في زوري، صدفه وتصادف. تصبح على خير يا عم هيثم. واحد كبده في الفينو يا سيد. حاضر. انا عايز سجق. واحد سجق في الفينو يا سيد. حاضر. وعايز جزر مخلل يا نتاشا. ما تنساش الجزر يا سيد. حاضر. مالك يا اخوي شايل طاجن ستك ليه؟ انت اتخانقت مع كاريكا تاني؟ اتخانقت مع كاريكا تاني، بس مش ده اللي مضايقني. على السكه وعلى الدغري كده يا بنت نتاشا، انا في موضوع مش على دماغي. قول يا اخويا فضفض. قول يا اخويا فضفض عشان تاخدي المعلومه من هنا تروحي تخبط ليها لابوكي من هنا. اخص عليك يا عصفور، وانت عمرك قلت لي على حاجه ولا رحت خبصتها لابويا؟ حصل، قلت لك قبل كده ان ابوكي ريحه بقه وحشه، قمت رايحه اخبصها له على طول. طب وانا اعمل ايه يا عصفور؟ مش قلت له عشان يغسله؟ الحاره كلها اشتكت. يا سيدي لو زعلت مني ما عدتش اعملها تاني، قول بقى. خلاص، قدري ما حصلش وان حصل ما يتكررش، سامحتك يا بت. طب قول. على السكه وعلى الدغري. على السكه وعلى الدغري. بحب يا بت نتاشا. بتحب؟ بحب ومش طايل يا بت. انت اديتيني ضهرك كده ليه يا بت؟ مكسوفه. مكسوفه ايه وانا هقلع؟ طب ما تقول كده اول حرف من اسمها. بقول لك اول حرف من اسمها ليه؟ ما انا ممكن اقول لك اسمها كله. طب قول اسمها. سلمى. 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 سلمى دي مين يا ابن البلياكش؟ فيها بنت انت اتهبشت ولا ايه؟ امشي بقى من وشي بدل ما نسل عليك الشبش بالساعات. انت اتهبشت بس ولا ايه؟ انا يا حبيبي اتهبشت. جاتك داهيه وانت شبه ابوكي. جاتك 60 داهيه وانت شبه ورقه جرانين كده. العصفور. يا طبخ عصفور عامل ازاي؟ كويس ولا عادي؟ عادي. انت عامل ايه؟ زفتوفه صاحبي بحسك. ليه بس كده يا زميلي؟ ينفع اللي انت عامله كده؟ عصفور في قلب الحاره عامل عرض ازياء بالقميص ده في قلب الحاره، ينفع كده؟ القميص ده بتاعك عصفور. انت كده بتذلني يا صاحبي. مش بذلك ولا حاجه صاحبي، القميص ده جوز خالته متقف في البحريه ممكن اغرق الدكانه هنا. انت كده بتذلني يا صاحبي عشان انت عارف ان ابويا وامي ميتين وماليش حد. لا مش بذلك. وماليش اصحاب هنا في قلب الحاره يا بخ. لا لا عصفور. لا انت بتذلني يا بخ. لا 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 انا ضربت الوضع اصلي ما لقيتش صاحب جدع. لا عصفور ما لا ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. عصفور الجمله دي بتنفذها عصفور. انا ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. اسكت عصفور. وهقلع القميص. لا عصفور. وهقول للحاره ان بخ صاحبي هو اللي مشاني عريان. لا عصفور. ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. اسكت. انا ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. اسكت عصفور. القميص ده بتاعك ولو جه صاحبه هنا اديله بالجزمه. انت صاحبه وحبيبه وانا جدع عصفور. القميص ده بتاعك. طب حس كده بقى، انا ليا عندك طلب. امرنا عصفور رقبتي. البنطلون اللي هناك ده. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ ساعة ونص عصفور عمال اقول لك بديك درس في الاخلاق واقول لك وكفاية القميص ينفع كده تاخد دكان عصفور. انت كده بتذلني تاني يا صاحبي. ما بذلكش ولا حاجة. بتذلني تاني يا صاحبي. وربنا ما بذلك عصفور. ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. ما تقولش كده عصفور. ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. الجملة دي بتنرفزني عصفور. ضربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع. اسكت عصفور. البنطلون ده بتاعك، هو اللي هيلبسه احسن منك، وانت هتبقى فنان وهتعلى ولازم تلبس عصفور. وفي مفاجأة هتحطم مشاعرك وتسحل احاسيسك. اكمل. الواد كوباية علل كان بيدعبس في الصندرة بتاعت أبوه، وقيس فجأة لقى شريط فيديو. إيه قري؟ متهزرش. لا أهزر، ده من النوع اللي أنت بتعشقه وبتموت فيه. وادي عصفور سومو. سومو أصلي. أرفع واحدة تيجي 160 كيلو، يعني كروش وأفخاس وأرداف والغود. بقول لك يا لبخ، أولا مش عايز المنطلون. أحسن. ثانيا أنا طالع أوضتي فوق نص ساعة، لو ما كنتش عندي انت وكوباية والشريط انا هرمي نفسي من فوق السطح. هي ربع ساعة لو كوباية ما جابش الشريط هتلاقوني هنا قاطع شرايين ايديا. يلا الوداع يا زميلي. مع السلامة. يا نهار اسود. لا كليك يمين. كليك يمين. كليك يمين. ايه رأيك في دي؟ كلهم كويسين يا ماما. كليك يمين. ايه رايك في دي؟ كويسه برضو يا ماما. كلهم كويسين؟ امال ايه؟ مش كويسين ولا ايه؟ معقول كلهم 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 كويسين؟ مفيش واحده اب، واحده داون، واحده مش مزاجك مش عاجباك؟ اللي انت تشوفيه يا ماما. شاور يا حبيبي على واحده على ذوقك انت بتحبها، اروح اجيبها لك من شعرها اجوزها لك. طب افترضنا ان انا اخترت واحده وبعد شويه حبيت ارجعها، ينفع؟ المهم قبل 48 ساعه ويكون معاك الريسيت. كليك يمين. كليك يمين. كليك يمين. كليك يمين. انتوا بتعملوا ايه؟ تقتحم خصوصياتنا كده ازاي؟ مش تخبط قبل ما تدخل؟ ايه الغباوه دي؟ بتعملوا ايه يا بنودي؟ بنتفرج على صور بنات. ايه العلاقه الغريبه دي؟ انت قاعده مع ابنك بتتفرجي على صور ابيحه؟ اخرس اخرس.
قطع لسانك. دي صور بنات معروضين للجواز، انت فهمت ايه يا بيرة؟ اجتك قوي. انت واد مفتش علينا ولا ايه؟ جاي تاخد التمام؟ انت عملت ايه في المشروع؟ ورد عليا لما اكلمك. شفيقة حبيبتي ازيك؟ عمس بصي جبت لك ايه معايا؟ بصي يا شفيقة بصي جبت لك ايه؟ ليه؟ امسكي امسكي. انت هتعمل ايه فيها ولاد دي وتقعد تلعب لي في الكلبة بتاعتك دي؟ انت عملت ايه في المشروع؟ الحمد لله يا فاطمة، صحيني بقى السنة الجاية الساعة 9 الصبح. 9 الصبح والسنة الجاية؟ استظرف استظرف، ميراث ابوك ضيعته في ايه؟ ضيعته على الكركديه، مالت لنا البيت كركديه ومكونات كركديه، حرام عليك يا اخي، حرام عليك. سيبي يا فاطمه اللي في ايدك ده عشان لو هب في وشك مش هعرف افرقك عن شفيقه. ولد من هنا ورايح، كل ده في الزباله، يترمي في الزباله وتنضفي الدنيا وتستحمى، ريحتك وحشه ماليه الدنيا ولا العماره. وشعرك ده، شعرك ده، شعرك ده تحلقه. افتكري بقى الكلام ده، ها افتكري يا فاطمه عشان لما اخد جايزه نوبل ما تقعديش تتمحلسي لي عشان اسامحك. نوبل؟ نوبل ايه بشعرك ده؟ احلقه. عارف يعني ايه تحلقه؟ رغي كتير انت، رغي طول الوقت يا رغي. صبعك ده لو طلعتولي تاني مره وانا بتكلم معاك هقصهولك والكلبه دي تسربها. ماشي يا فاطمه وانت من اهله. يا دكتور شيحة، شكلك يا بيرم بيقول انهم سقطوك تاني، قصدي تالت تقريبا خامس. بس انا مش هيأس، هعيد النسب اكتر من مرة لحد ما اوصل للتركيبة السليمة. هو ده تلميذي، برافو يا ابني. بس اوعى بيرم، اوعى تجرب على نفسك، تغلطش غلطتي يا ابني. طب اخويا وغلط وخلفك ومات الله يرحمه، اقوم انا انهبش في عقلي واتوسطك ودخلك كليه الشرطه. لا وايه؟ واشغلك في نفس الاداره اللي انا شغال فيها. حضرتك فندم عارف جدا ان انا ما كنتش عايز اخش كليه شرطه، حضرتك اللي صممت. انا كنت مقدم في معهد سينما، حضرتك اللي سحبت وصممت عشان ابقى جنبك. صح، وانا ابن 60 في 70، والانقح من كده ان اجوزك بنتي. على فكره يا عمي حضرتك برضو اللي صممت ان انا اتجوز دينا، وبعدين على فكره احنا هنا في الشغل مش في البيت، فياريت ما تكسرش حاجز الاحترام اللي بيننا. انا لو كسرت حاجز الاحترام اللي بيننا هقوم اديك باللي في رجلي على دماغك. سحب لي 4 بوكسات وراك وقاطع لي الطريق وطالب قناصه، ايه هتقبض على خط الصعيد؟ لا يا فندم مش قط الصعيد، ده قط شيرازي عادي جدا. بس لو كنت حضرتك شفت نظرة الست صاحبة القطة اللي هي ممكن تبقى أمي أو أمك. اخرس. تمام يا فندم. أنا اتحط في الموقف المحرج ده قدام سيادة الوزير بسبب واحد تافه زيك. سيادة اللي هو من فضلك، الست دي لو كان جرالها أي حاجة. اسكت. ده أنا اللي هتحاسب مش حضرتك. اسكت لحسن هديك باللوكيميا في شنبك ده. تمام يا فندم. من الليلة تقف لي في لجنة الدايري. لجنة على الدايري؟ حضرتك يا فندم عارف ان انا قدراتي اعلى من ان انا اقف في لجنه يا فندم. قدراتي اعلى، انت بكتير وتسلم رخص. الو. ايوه دينا. يا حبيب بابا. ايه بابا؟ اموريني. لا يا حبيبتي هتاخر النهارده شويه. عندي شغل كتير. لو الزفت هيتاخر معايا النهارده كمان. ايه؟ طيب طيب. خد كلم مراتك. الو. ايه يا ست وانا. ايه يا دندون. لا قاعد مع بابا شويه كده. اعمل ايه بقى، كل حاجه لازم اعملها بنفسي. بقول لك ايه يا دندونه، صحيح حاولي بقى لما ارجع تشبعي مني عشان عندي شغل بالليل كتير قوي ومش هبقى فاضي لك خالص. ايه؟ مش فارقه؟ فعلا؟ ماشي يا حبيبتي، ماشي يلا. لا اله الا الله. بموت فيها بنت الكلب. اخرس يا ولد.
الله يرحمك يا ابو، الله يرحمك يا امه. مت وسبت الدابة تنهش في لحم عصفور. يا كنت طفل قوي وانا صغير. هي نقدع واحدة. ايه يا قرطاس النكد، انت بتطلعي منين يا بنت نتاشا؟ يا سيدي انا جاية اطمن عليك، وبعدين انت بتعمل ايه؟ انا بتفرج على شوية صور وبكتب متذكراتي. طب يا اخوي اكتب متذكراتك، بس ما تكتبش انك زعلان مني من اللي حصل تحت. يا بنت انت اقل اصلا من ان عصفور حمامه يفكر فيكي. عموما انا جاي اكبر بخاطرك على اللي صدر مني تحت. يلا بقى كمل لي القصه اللي كنت بتقولها. نهين. نهين ده ايه؟ قصه حبك. قصه حبي، حته قصه يا بنت، قصه يتعلم منها العشاق. نار الاشواق يا بنت نتاشا. وبقى لها قد ايه يا اخويا بقى القصه دي؟ يعني ساعتين ثلاثه كده يعني. يا خبر اسود، كل الفيلم الهندي ده على ساعتين؟ ساعتين بس ايه، بطعم شهرين سنتين. دي لازم يا اخويا بتموت فيك بقى اللي انت غرقان لشوشتك فيها دي. ما تعرفش اسمي اصلا. ما تعرفش اسمك؟ تلاقيها زي القمر. زي القمر بس دي زي العسل يا بنت نتاشا، حته بامبونايه كده احلى مني يعني. ايش جاب لي جاب يا صندل انت؟ بقولك ايه يا بنت نتاشا، هو انت بجد مش مقتنع انك شبه ابوكي؟ بقولك ايه يا عصفور، دي خلقت ربنا وملكش يا اخي تريقة فيها. وبعدين مالها يعني، تخينة؟ امال معفنة زيك. بقولك ايه يا بنت نتاشا، اقسم بالله ما عايز اعقدك، بس عارفة سلمى دي؟ شايفة الباب اللي هناك ده؟ ما تعديش منه. شايفة البرميل اللي هناك ده؟ كتر فخدتها بس اتخن من كتر البرميل ده. بقولك ايه يا عصفور، انا اساسا اليومين دول مش مهتميه بنفسي قوي. انا اصلا لو اهتميت بنفسي انا عارفه ان المحاشي بتجيب معايا بسرعه. الكلام حلو يا نتاشا، بس المهم الافعال يا قرطاس النكد. يا حاجه جبنا الفيديو روح عصافير. قاعده كوبايه جبته ولا ايه؟ ولا ايه جبت شريط؟ بس 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 بقولك ايه يا نتاشا، ما خمسه بالحب كده عشان عايز العيال في كلمتين. وماله يا اخوي، اقعد معاكوا وانسكوا، اعمل لكم شاي قهوه، احتاجتوا حاجه كده ولا كده؟ لا احنا الحقيقه اصلنا مش هنحتاج حاجه. وبعدين ده صلاه الفجر، تلاقي عم هيصه هيصحى دلوقتي ويستعوقك. عم هيصه نايم ومستغطي كويس قوي، وبعدين لو عايز حاجه هيديني حس وانا هروح له على طول. طب بقول لك يا نتاشا، احنا هنتفرج على فيلم فيه ناس عريانين خالص خالص. اه على ابو شكلك شبه ابوكي. ايه ده انت جاحد اديتها لك؟ سيبك منها بس دلوقتي. فين الشريط؟ ده كوبايه اهو. ايه ده؟ بخه ده بخه. انت عايزين نهزر يا بخه؟ ولا الشريط التاني اللي مكتوب عليه الرزيلة كنز لا يفنى. اللي هو ده فريحة. يلا بينا ونجيب نرمينا. الحمد لله بالسلامة. متوضي؟ متوضي. يبقى نصلي الفجر سوا. حرما مقدما. اطلع. ايوه هنصلي الفجر يا جماعه النهارده. مطرب وملك الاغنيه، ظابط مثبت حراميه. مطرب وملك الاغنيه، ظابط مثبت حراميه. مخترع 100% ما فيهمش واحد مش فنان. ضحكتونا ولمونا، ثلاث مواهب مدفونه. بس اما تيجي الجنونه يبقى اللهم اغسيك يا اسطى. الراجل العنب عسولة، عامل عمايل مش معقولة. الراجل العنب عسولة، عامل عمايل مش معقولة. تعشقوا قوي من الحلقة الأولى، وتقول عدوك كمان وكمان. بكرة برضو استنونا مع حكايتنا المجنونة، برام وتيسير وعصفور حيضحكوا في اللي جابوه. بكره
هنكمل حكايتنا قاعدين مش خارجين من بيتنا بكره هنكمل حكايتنا